شاء الله تكونوا بخير وصحة وسعادة يا ربي. اليوم شو راح نسوي؟ اليوم راح نفتح الهدايا. شوفوا الإسعاد. طبعا كلهم مستانسين. أول شيء صباح الخير. شنو عندنا؟ قل لهم عاصفة ثلجية. عندنا عاصفة. الحمد لله لحد الآن. الأمور تمام. الأمور طيبة. خليني أوريكم بس الأجواء برا. شوفوا شلون ثلج. أوكي. واليوم سوينا هذا الريوق وراح نتريق هسه. يلا تعالوا خلينا نتريق وبعد ذلك راح نفتح الهدايا اللي جايبينها لدورة السنة. متحمسين أولاد؟ طبعا مثل ما تعرفون ماكو هنا قنفات وناطرين قنفتنا وطلعت بعد 4 شهور يلا تجي. تدري؟ دريت شهر 4 احنا شهر 12 شهر 4 راح نقعد بدون قنفات. هي الشتاء قاعده تاكلها بالبيسمنت. يلا تعالوا حبايبي يلا يلا خلينا ناكل. يلا 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 تاكلون ولا ما تاكلون؟ يلا قعدوا خلينا ناكل. طبعا حبايبي تابعوني على انستغرام برومي روز لان بين فتره والثانيه او كل يوم تقريبا انزل لكم وصفات للريوق. ايش قاعد اسوي؟ انزين الخلطه السريه. طبعا هذا عباره عن اوكي وعد عسل وزبد. هذا شنو عباره عن؟ بيض حليب شويه قرفه شويه فانيلا وملح وفلفل. والاولاد حبوه. عندي منو البكي؟ ارسلان بكي وعندنا يزن بكي بالبيت يعني ما ياكلون اي شيء. هذيك المره سويتها ويزن انت كلش حبيتها فلازم تاكلها. طيارات مال سياره. اولاد اي نو انكم متحمسين بس خلينا نخلص الريوق نسوي جنجر بريد اول وبعدين نفتح الهدايا. نو 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 اوكي ارسلان تشوز. ارسلان جنجر بريد ولا بريزنت فيرست؟ نو نو جنجر بريد يو سي صح؟ ياه. هسه اول شيء راح نفتح الجنجر بريد وكل واحد راح يختار ويسوي. زوني شو راح تختار؟ انا راح اختار شجره ايزي وان فاست فينيش. انا ابي السيريا. يلا. سويت شنو اخترت؟ الجنجر بريد. اوكي. طبعا انا شوف شنو خليت، خليته هنا فاير بليس كانها. وعا طبعا هذه اللي يسال تشتغل على النفط او الغاز وموجوده من هوم ديبو. على النفط. يسمونه هنا النفط كوراسين. يا. اوكي موجوده في هوم ديبو. وهي هذه من وين جبتها؟ من هوم ديبو. يس. زين وتشغيلها سهل. هاي. جيشي زين باتريات بيها اشتعلت. يا. زين عيني واهم شيء تتاكدون هاي منانه قاعده عدل. هاي مالتها قاعده عدل. زين لان اذا ما تقعد عدل تظل تطلع دخان خاب طايحه رايحه هيك على اليمين ولا يسار. اهم شيء تاكدون بس قاعده عدل وروها هيك تتحرك خلاص. هاي منانة هاي دفعوا على الجهال. شوفوا وين شيل قول مكان هاي طلقات مال المسدسات مالتهم وين دحسي لي اياهن. دحسي لي 2 مال 3 هنا لازم اطلعهن. هاي 3 والله كل واحد اختار له. حتى انا قاعد اشتغل. اي وانت بس تشتغل شيء ثاني. قاعد اطلع هاي حاط لي 4 طلقات بلاستيك هم زين شفناهن. والله العظيم. شوفوا خلينا نشوف يا زوني شنو ماما هذا نينجا؟ خلينا نشوف من اللي خلص. عيوني واو شنو هذا ماما؟ وين عيونه رايحه؟ جايبه نشوف يا زون. واو شوف يا زون شلون سواه. جبت الشيء شنو هذا معوق؟ This one was meant to be white but I forgot. لا وليش حلقه ببطنه خطيه؟ تعالوا خلونا نشوف ارسلان جاي يسوي. نفس الشجره. اوكي يلا جرب. قاعد تاكل شغلك شلونه بالله؟ ما هو اسمه جنجر بريد. الله لا 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 انت خطيره مالتك. حبيتها. نفس الصوره سويت. برافو والله. ثانك يو مس. ثانك يو مس. برافو.
ليش خربت؟ بابا قاعد يشتغل عليها صار له ساعة. لا اي لان مالته مو حلوه فما يريد وحده تصير احلى من عنده. بس عارفين شنو؟ شنو؟ صارت شلون تحركت هيك الهواء طاق يا عاصم. اي وايد لين مالته عزين شوارب. الله ايلاني اي لايك ات. صف صف. اوه ايلان ما تعرف ممكن. اوه ماي جاد. اه شوفوا الابداع شوفوا الابداع الله لا 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 اللي سويته شيء خطير. شو حبايبنا متابعين هم الجمهور هم الجمهور متابعينا هم الحكام اختاروا منو احلى وحده. طبعا هاي مال وعد هاي مال ايال اكلها كلها وهاي مالت يزن اكل رجلين خطيه اوه شوفوا مالت ارسلان واحد ما نيد تو تراي ذس اوبن اختاروا منو احلى وحده اللي زي سين ات بيفور ماين اها وعد بعده دقه انا انظفهم هنا انا دا احس لي ما ادري شنو داب عليها بيبسي ما ادري عصير يعني ما ادري ايلان اوه فدوى شوفوا إيلان ايش قاعد يسوي شوفوا إيلان شوفوا إيلان شوفوا واو برافو يلا هسه خلينا نخلص اول شيء إيلان يخلص ونشيل هاي كلها وبعدين عشان نتفضل الهدايا question is السؤال هو المهم هل جبت لي هدية؟ قلبي لك هديه قلبته وخليته جوا ما يكفي هاي ما يكفي اريد هدايا احنا شوف انا جبت لك هديه طلع انا عرفت جبين الصحون هاي صديقتي جابت لي اياها يعني تفضل هاي شنو هاي شنو هالحركات مو انا شوي تفهم شنو اعرفك شنو اللي صاير صح 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 وين الهدايا يلا يلا فتح الهدايا يلا مالتي وينها يو ذا لاست شوف شوف منو فتح منو فتح ارسلان يلا خليه يفتح ارسلان يا اول واو واو هات تو هات وان فور يو وان فور مي ابدع ولا شنو انت اخر واحد مامي لا تاوبنينج يا خلينا نشوف ايلاني اول واو إيلان حبيت إيلان واو اوكي يلا اوكي This sweater you wanted, Ayani, من قلت لي navy blue. Like more darker I want it. Check, yalla. Ready everyone, go! Let's go! What's that? Hi, Shino. What is that? It's a slow-mo one. Oh. Yalla, open my gift. Yalla, open your gift. Hi, Shino. Laser tag. Okay.
$100 for Mama, you. Look at my dad. No. Mama, look at my dad. It's for you. Mama, look at my dad. Oh. Thank you. Let me check. And Al Salan, here. That's mine. Wow. خلينا نشوف. بسم الله. مكتوب عليها اسمي كمان. أنا ما حد جاب لي هدية ها. شنو تتوقع الهدية أول شيء قبل لا تفتح؟ شنو تتوقع؟ I got you gifts here. والله ما أدري زوز. شنو تتوقع الهدية؟ يزيد الحبوب تطلع لي والحكاية زين ما خليتيني أطلب من عندهم ها هو طول جبتي لي والله يا زوزي يعني يعني شفت جبت لك إياه شنو جبت لي أنت هدية أوكي شامبو كونديشن جبت لك شامبو كونديشن بروميرو لا جبت لك هاي النظارات شنو رايك لا ما اريدها لا ما اريدها فوقاتي لا ما اريدها لا ما اريدها 6.7 مليون اي صح كيف حبيتوا الهدايا اولاد حبيناها بابا روحوا ودي قل لها ام الفضل يا تريدين تشترين بابا عندك منزل تشتريهم Hi, you have the game? Yeah. I know, and then you're gonna like it. Fun. You like it? Yes. I'm gonna be jumping. Not like that. I'm so happy. Yeah, you put the snowball. Come on, 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 H. Out. Okay, you want to open this? حبيت الهدية مالتك؟ مبين حابها قاعد تلعب بالسيارة ولابس البيجامة. You like it a lot? ماما. Yes. شوية هسه بس تنغزل تصير فتية. إن شاء الله حبايب لاستمتعتوا معانا بهذا الفيديو كان ممتع وقاعدين بالبيت وكان في عاصفة برا لا تنسون أهم شيء تشتركون بقنواتنا التواصل الاجتماعي كلها بنفس الاسم برومي روز وإذا حابين دخلوا على موقعنا الإلكتروني عشان تطلبون منتجاتنا منتجات الشعر اللي تكون طبيعية 100% بديناها بزيت برومي روز والحمد لله النجاح الحلو اللي صار قدرنا ننتج بعدها الشامبو والكونديشن وفرشات بروميروز البامبو لتمشيط الشعر وفرشات المساج للشعر نشوفكم على خير بفيديوهات قادمة باي 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 باي